طب انت ايه انت انت ايه ممتاز ايه انت ايه جميل بعد الكورسز ده؟ انا اتطحنت اتلموا عليا وطلعوا كل حاجه عليا وهزوني. لازم يكون في حد هنا بيسامح. هو ليه يكون انت؟ عشان محدش يتكلم. فزعت. فريكت اوت. وليه اول حاجة تجيلك يعني وانت بتلعبي اللعبة دي على الموضوع ده يجيلك فزع؟ يمكن لان انا مفزوعة اصلا. مفزوعة من هو لو أنا بقى في أبعاد سايكو مش عارفة إيه، فأنا شخص مفزوع، مفزوع من نفسي أكتر حاجة يعني. ليه؟ لأ في أبعاد كتيرة قوي، بس ممكن ناخد دي. انا اتربيت مع ام بتشرب سجاير، وانا ابتديت اشرب سجاير من وانا عندي 17 سنه. عمرها ما قالت لي ما تبطلي السجاير غير عشان صحتك، لان انا صدري ضعيف. فكان عندي ازمه ان انا اول ما ابتدي اشرب سجاير ان انا بشرب بره البيت، لان انا امي بتشرب بره البيت، بتشرب في العربيه، بتشرب في الجامعه، بتشرب في كل حته. فبقت الناس بتتعامل معايا انه انت غلط، وانا بجد بحس ان انا باخد الحاجات الغلط والصح من البيت اللي انا عايشه فيه. فيعني في ايه؟ فابتدى يبقى في فزع من انه انتي بتعملي حاجه هي صح ولا غلط، ومين اللي بيه. طب وايه علاقه ده بالذكوره؟ لازم يكون الكلمه ليها علاقه بالذكوره. ماسكولين انا بنت لا ذكوره ماسكولينيتي. بس هي في الاخر ان في حاجات هي الناس بتتعامل ان هي بتاعه الرجاله بالظبط. يعني الولاد في الجامعه في ثانوي اما بيدخنوا او في اعدادي دلوقتي يعني ده دليل ان هما بقوا رجاله، لكن البنات ما بتدخنوا وهي صغيره لان هي بتعمل حاجه سو كول يعني حاجات رجاله، فبتبقى صايعه وانت مش فاهمه وانت صغيره بتحسي طب ما الصياعه دي حلوه ولا وحشه، هو كلام الرجاله ايه؟ وساعات بنعملها علشان عايزين نقول ان احنا عايزين نقول ان احنا زي الرجاله. ففي ناس بتدخن وهي مش عايزه تدخن عشان بس تقول ان هي بنات بتدخن، عشان وهي مش عايزه تدخن عشان تقول ان هو انت مش تاخد مني حاجه. يعني في حوار نسوي قوي جدا ان انت اول طريق للنسويه انك تدخن. ده انتهز انتهز انتهز. هو ايه بقى انتهز؟ اللي هو انتهز الفرصة. بس حلو قوي ان الراجل اول حاجة يكتبها انتهز. حلو جدا، انا بجد مبسوط. انتي رماس راكس رماني يا موز، انتي مش يعني المفروض تكوني انتي نيوترال. لا صعب والله. انا صعب. حد تاني هيبقى اقوى. باي منه. اولا يعني انا مبسوط اني قدرت اكتب انتهز. ان الكلمة دي سمحت لي ان انا اخلص حروف كتير ونقط كتير، فانا يعني انتهزت الفرصة دي عشان اكسب. انا دلوقتي هدفي ان انا اغلب نوار. كراجل بحس ان عليا مسؤولية تجاه مين؟ اللي معايا. انا لازم اكون قادر اني اكون ناجح، لازم اكون ناجح، ما ينفعش اخد وقتي. تمام؟ فدايما في هم، حتى لو انا مش متجوز، بس دايما لازم اكون على استعداد او مؤهل اني اكون ناجح ومسيطر. مسيطر على ايه؟ امور حياتي مش على حد. ايوه اوكي. حرام عليكم بقى. فن ارت
apart من انه مفيش حاجة تانية في بالي دلوقتي من الكلام الحروف اللي عندي, هو في كذا ليفل من الموضوع. في ليفل انه اللي احنا بنتكلم عليه ده فن, في مفهوم عندنا انه البنت لازم تبقى فنانة, مش فنانة في الحياة الاجتماعية, في الحياة عندها فن, عندها حاجة كده بتلفت الرجالة. بالظبط. فيكي ايه مختلف؟ بالظبط. بالنسبة لي انا شخصيا بقى الموضوع انه حاجة personal قوي, بس انت عارفة خلاص احنا من ساعة لما يبقى فيه, لما بقى انا حد by social standards, بالمعايير المجتمعية مش مزة, فببقى لازم ابقى فنانة قوي. وان انا ابقى فنانة قوي دي مجهدة قوي, مجهدة قوي, ان انتي تقدري مع وقت طويل قوي تكتشفي انه قالب الجمال هو حاجة نسبية جدا, وانه موضوع كله بيتلخص في انتي بتشوفي نفسك ازاي. وعشان تشوفي نفسك ازاي لازم يبقى عندك فيجواليزيشن لجسمك, يبقى عندك رؤية لجسمك, ورؤية لجسمك ده مفروض انه حاجة تشوفيها, وطول ما انتي مش شايفاها بيبتدي تاخدي الرؤية من منظور الناس. فالناس اللي بتحبك تقولك انت جميلة, والناس اللي بتستغلك تقولك انت جميلة, والناس اللي supposedly عايزة مصلحتك تقولك زي القصة, لأني مكنتيش مع موجودة لما حكيت القصة في الحكي, انه انت حلوة بس بس بيفرق معاك لما راجل يقولها غير ما واحدة صاحبتك تقولها؟ طبعا. وقت صاحبتي تقولها ما بصدقها, انا عندي مشكله يعني psychological problem ان انا بصدقش حتى الراجل اللي مش عايز حاجه ما بصدقوش. عشان انتي اختها ان كلهم عايزين حاجه. هقول لك على حاجه مسايكبه قوي, psychopath قوي, بصدق كلام الناس اللي انا عارفه انه مش حقيقي عليا. بمعنى انا كنت لسه كاتبه نوت امبارح, كنت في دكار وكتبت نوت وحطيتها على فيسبوك اسمها دكار جيتان. فانا ماي ستايل اوف رايتنج بيبقى شويه ليه علاقه بالفيميل بودي. ففي بقى تحس ان انت بتقرا في ترافل جايد وفي وفي وفي, ولاحظت حاجه, انا سافرت كذا حته في افريقيا ان هما بيحبوا التشابي جيرلز, فكنت سعيده جدا, فقلت اوكي اروح بقى اعيش في سنغال او سمثينج. بحس انه لا, مش ده الموضوع. فكنت بتكلم مع ساوث افريكان رايتر اسمها ايزابيلا موريس, فانتي وانتي 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 ورائعه وفظيعه وبتتكلمي واوت سبوكن ومش عارفه ايه, فحسيت ان انا مصدقه اللي هي شايفاه, بس اللي هي شايفاه مش حقيقي. انا مش شجاعه, انا من جبني بكتب. اوكي كفايه كده, كفايه انا ما تس زعنا بقى حاجه ليها مش معقول كده. مفاشا خلاص. زقاق ده كورنر يعني؟ لا زقاق. عندنا كده زقاق يعني, زقاق يعني علي. بقالي كام يوم بفكر يعني انا عايز ايه, عايز ايه لو دلوقتي كل الحاجات اللي انا بقول ان انا عايزها حققتها جبتها هعمل ايه؟ هطق يعني ولا هدوب؟ الحمد لله مفيش. بس ايه الاكبر طبعا؟ اكبر انا عايز ايه؟ انا عايز الحاجه الاساسيه اللي انا عايزها لقيت دايما هي ان اعيش حياه طبيعيه وكامله وتقليديه. يعني ايه طبيعيه وكامله؟ طبيعيه. انت يور ستاند اب كوميديان, طبيعيه ازاي؟ انت مش موظف بتقبض فلوس وتروح بالبطيخه بتاخد امبارح. نعم معلش, كان في قصه بطيخه. بس ده هدفي اني اكون موظف براح بالبطيخه. طب جد بقى اللي عملته شايف ان ده اللي انت محتاجه؟ ومراتك تبقى قاعده منظفه البيت؟ فشل. لا بجد انا بتكلم جد. عشان كده الزقاق بالنسبه لي كلمه فيها سعاده و راحة نفسية كتير. لما بفكر في الزقاق بحب قوي ببص على
وانا معدي في اي مكان ببص في بالذات في المناطق الاحياء الشعبيه ببص على الشوارع بقول ياه اسر كده اسر فيها فهم دوره انتاجيه بسيطه تقليديه تافهه كده ومحبوكه وحقيقيه قوي. ثانيه واحده معلش عشان انا برضو انا عندي مشكله مع السايكو اناليسيس اسمح سيبي الكلام قالك تافهه معلش قالك معلش انا معلش انا كبيره كمل يا ماما كمل يا ماما ما بشيلش هم انتقاد المجتمع او ضغط المجتمع عليا خالص وبحس دايما على استعداد اني يعني انا حاجه زي الجواز مهتم بيها عشان بشكل شخصي تماما يعني انا لو كنت يعني مش ما حدش مستنيني اتجوز ما حدش هيقول لي فاهم لازم تتجوز ما حد يعني مش يعني ما عنديش مشكله قلق من ما حدش خالص بيسال انت عندك كام سنه 30 بيسألوا طبعا فاهم يلا وبتاع وعقبالك وامي فاهم عايزين نشوف احفاد ايوه بس مش دي الحدوته يعني لو انا اكون لو انا مصاحب يعني ما عنديش مشكله اني اكون مصاحب وافضل سنين مصاحب مش المجتمع اللي هيخليني فاهم في يوم طب ما نمشيها طب تعالى نعمل ورقه عشان بس ايه وانا طالع ما فيش جاهزين يا جماعه اه طب يلا نبدا يلا بس شو مسكش It's come to the point where I hear from my female friends that have been the whole rooms for years now. Who as in he? Many girls are wearing those questions. مشكلة. هو المشكلة. هو المشكلة ولا هو مشكلة؟ صراحة؟ المشكلة. إزاي يعني؟ احنا قلنا مش هنتكلم كتير عشان نخلص هي ترمي بقى تقول وخلاص وانا ما قول اللي انت عايزه يلا ازاي ايه المشكله انا فاهم جدا ان هو مشكله ازاي هو ايه المشكله في مرحلة لما بتعمل حاجات كتير في الدنيا فبيبقى ناقص حتة زي ما انت بتتكلم شكل الاستمرارية في الحياة بيبقى هو على قد موجوده مهم على قد موجوده مشكلة وهو في حد ذاته المشكلة مفيش هو تعرف تلاقيه كان مهم يعني كان في ولد تعرف طيب ليه تتجوزي امتى طول ما يبقى في رجاله في البلد ان شاء الله اوكي نو اوفنس ناثينج بيرسونال يعني بس ده عشان احنا بنحس ان في حاجه برضه اسمها راجل يعني في واحد صاحبي مره كانوا واقفين اثنين ولاد وواحده بنت فهي بتبص لهم الاثنين بتقول على فكره الدنيا مبقاش فيها رجالة فولد قال قال بس وريني واحدة ست وانا اوريكي واحد راجل ايه المشكلة؟ بلد مفيهاش ستات ايه يعني بلد مفيهاش رجالة الستات هما اللي يعني ستات صح وتمام ومش مشكلة انا بقول كده عشان بقول مش ممكن يكون هو ايه المشكله هو في مشكله وهي في مشكله وهو له ايد في المشكله وهي لها ايد في المشكله لا انا ممكن حاجه بيرسونال هو خبراتها كده نيجي عند نوره وما نعممش العب كفايه انا عايز اجيب انا كمان كفاء ايه كفاء خيار حلو جدا as a choice لا what is that what is that cucumber
خيار يعني هو خيار الافكار اللي بتيجي في بالي سالفه مش ايوه طبعا انا بقول قلت خيار ليه يعني هو خيار ليه يعني بيحبه احكي لي بقى دي بقى ممكن اقعد الصبح خيار هو يعني هو يعني رمز الذكوره في سوق الخضار يعني يكون ايه هو الخيار اتفضل يا معتز طب وانت ايه علاقتك بالخيار انت ليك علاقه بالخيار طبعا اشمعنى حد يسالك الموبايل بتاعي ده مخنن تهيألي رجال كتير يعني ناس كتير يعني لا لا حلوة لا يعني في تهيألي في عقلنا الباطن دايما ايه يعني دايما متابعين ايه الحاجات اللي فيها شكل قضيبي في الحياة طب انت ايه معتز ايه بعد الفورسز ده انا اتطحنت اتلموا عليا وطلعوا كل حاجة عليا وهزوني فعلا بجد طبعا لا انا هو من عتريس ايوه يعني هل رؤيتك للذكورة اتغيرت شوية او اتأثرت او ليه ليها اخذ منها لا انا بقيت مرهق فبقيت مش يعني كل واحد فيه اللي يكفيه وكل واحد بقيت يعني بيتش اقدر يعني وانا بسمع كتير من الحاجات اللي قالتها نورة على الذكورة بشكل عام او الانوثة قادر يعني ده كان بيضيف لمعلوماتي مش من ناحية انها بتقول حاجة جديدة بس بتحط لي المعلومات دي بشكل حقيقي يعني شايفها في حياة حد شايف قد ايه هي فعالة بس ما بقاش عندي قدرة يعني ما انترنلايزتش الموضوع في حياتي مش قادر انترنلايزه ان انا عارف هي مشوارها هو مشوارها وال ال 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 التساؤلات اللي عندها دي التساؤلات بتاعتها وانا عندي التساؤلات والتحديات اللي عندي يعني وهي مركب ماشية بشويش بس هي ماشية وأنا يعني معاها هي ماشية من قبل ونقعد والقعدة دي مغيرتش مسارها قوي هي لها تفضل ماشية يعني باخرة كبيرة ماشية في البحر يعني جاي شوية موج نزلوا شوية ناس نزل هليكوبتر بتاعت هليكوبتر لسه مركب ماشية يعني بس دلوقتي ممكن القعدة دي تكون فخلتني أنا نفسي فاهم أنخور جوا شوية أشوف إيه اللي حاصل الفترة دي اللي حاصل الأيام دي بس يعني حاجة ما كنتش متوقعها ساعات بنسى ان في ناس قفشة ساعات بنسى ساعات بحس الموضوع يعني مجرد الرأي والطرح قبل كده فتعرف ساعات بنسى ان الموضوع حقيقي وحاجات لسه بتحسمتش في المجتمع فالنهاردة كان زي تأكيد على ده هو انا متفقة قوي مع معتز في فكرة انها مركب وانه في ناس بتطلع وناس بتنزل بس هي ماشية وما بتقفش لانها عمرها ما هتقف غير لما نموت يعني بس هي شوية حاجة بيرسونال قوي ان انا حاسة انها محتاجة اسكت شوية مرسي جدا يا جماعة والله بجد وبقى باي باي للكاميرا بقى عشان باي باي سلام يا